وهسه ورا ما علمتك كل الأمور اللي لازم تتبعها مع المراجعين ممكن نسوي إن شاء الله تطبيق عملي. نعم أستاذ. أوكي. اللي من خلالها تقدر تتعامل مع المراجع. أوكي. لأن المراجع عدوك. إيه نعم لازم تخلي ببالك إنه عدوك جاي حتى يأخذ منك غايته ويروح ويطلع وينساك. لكن احتمال أنت جاي تمشي غلط، وإذا مشيت غلط أنت تلزم، وهو راح ومشى وراح بمصلحته وأنت اللي لابسه. لذلك المراجع عدوك. ليش؟ وبما أنه أنا أعطيتك كل التعليمات اللي من خلالها تقدر تتعامل بها مع المراجع، أوكي. فخلينا نسوي في التطبيق عملي. إجيت أنا المراجع مليء بالسعادة والتفاؤل والأمل، وظيفتك تقتل هذا السعادة وهذا التفاؤل وهذا الأمل. إجيت وجبت معاملتي يمك، قلت لك صباح الخير، شو تقول لي؟ أقول لي صباح إنه خطأ مو هالشكل. أوكي مثلا يا هلا خطأ يقول لك صباح الخير، تقول له لا هلا ولا مرحبا. لا هلا صباح التعاسة، صباح القلق. ليش؟ ليش؟ لازم أول مرة تخم بوش المراجع، لأنه إذا قلت له صباح الخير وهو قال لك هلا وقلت له هلا وعيني، من تقول له أكو نقص يقول لك لا حبيبي شوف شوف، لكن من تخم بوشة من البداية من تقول له أكو نقص يبلعها ويروح، لأنه ما يقدر يحكي وياك بعد نص حكاية. زين؟ زين أستاذ، هاي أم خباثة؟ حبيبي لازم تعرف أنه بين المثالية والخباثة شعرة واحدة، وأنت لازم تعرف هاي الشعرة حتى تصير موظف مثالي خبيث. شنو؟ تصير موظف خبيث. الموظف الخبيث هو الموظف العايش صح، أما هذا المتسامح واللي تعال وقع وتعال وقع تعال وقع تعال وقع باي باي. وراها راح تنظر بمعاملته. نعم. راح تلقى بيها نقوصات، شو تقول له؟ أقول له هاي المعاملة بها نقوصات ولا خطأ. ما تبدو يا بالنقوصات، تروح للورق الصحيح بالمعاملة وتقول له هذا خطأ. ها تشككه بالصحيح على مو تسوي، تشغله بنفسه، تشغله بنفسه لحد ما تبزع من روحه لمدة سنة النوب تحكي له بالنقوصات. ليش؟ طبعا لان بوقتها راح يكون الورق الصحيح اكسباير ولازم يطلع بمكانه ورق جديد. افتهمت؟ زين استاذ، هاي مو يسموها خباثه؟ اكو شعره صغيره تفصل المثاليه عن الخباثه، وانت لازم تعرف هاي الشعره زين حتى تكون موظف مثالي. تكون موظف خبيث، لان الموظف الخبيث هو العايش. طبعا وراها راح تقل على النقوصات. نعم. وغرى ما تقل على النقوصات راح يروح يحاول أنه يعززها. طبعا هذا الكلام لازم لا يقل بعد 3 سنوات بعد ما قدم لك المعاملة. أوكي. أكو حركة كلش حلوة أنا أسويها، اللي هي التمشور، التمشور المراجع. فتقل له مثلا معاملتك يا أستاذ مصطفى، لكن هل هناك واحد بالدائرة اسمه مصطفى؟ أكيد طبعا. لا. ليش؟ ماكو واحد هالشكل. على ما يكتشف انه ماكو واحد موجود، تروح تقول له اسم حقيقي موجود، وهو راح يروح له. مثلا تقول له روح الاستاذ امجد. يروح الاستاذ امجد اللي المعامله مو من اختصاصه. استاذ امجد ايش راح يقول له؟ يقول له هاي المعامله مو من اختصاصي. يرجع عليك يقول لك قال لي هالشكل، انت شو تقول له؟ تقول له صحيح؟ اي لا حبيبي، تقول له أمجد ما يفتهم. وما بين أمجد وبينك، أمجد وبينك، المراجع الدهن مالته يكون طايح بالقاع، الماكينة مالته قايمة منتهي. أوكي أوكي أستاذ. إنزين هاي مو يسموها خباثة؟ أكو شعرة صغيرة بين المثالية والخباثة، وأنت لازم تشوف هاي الشعرة زين حتى تكون موظف خبيث. قبل لا تجاوبني خبيث يا هش، وأعتقد لهنا إحنا انتهينا.
تقدر يكون. اوكي استاذ. زين استاذ ممكن هذا القلم هنا ينحط وما ينزل نهائيا. اوكي اوكي استاذ شكرا 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 على هالنصائح الجميله وعلى هالتدريب اللي 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 استفاديته هواي من عنده. زين استاذ ممكن هسه توقع لي؟ بكل بساطه منزل القلم، صدق ما عندك خبره. اوكي بس قبلها لازم يشوف المعامله استاذ حيدر اللي بالطابق الثاني. اول ما تصعد للدرج بالغرفه اللي يم الدرج، تفضل. استاذ شنو شو اسمه؟ استاذ حيدر. استاذ حيدر، اوكي. شكرا شكرا استاذ. يا هلا ومرحبا، بسرعه روح له وتعال لي. فشل باول اختبار، لان ماكو واحد بالدائره اسمه استاذ حيدر.